ربما لم يحقق قرار محكمة العدل الدولية آمال هؤلاء المتظاهرين الذين جاءوا إلى قصر السلام في لاهاي يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. فالمحكمة التي استغرقت أسبوعين تقريباً في دراسة دفوع جنوب إفريقيا وإسرائيل بخصوص الإبادة الجماعية في غزة دعت لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لكن هذه التدابير لا تتضمن الإشارة لوقف إطلاق النار من قريب أو بعيد. يتعين على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية لتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لمواجهة الظروف التي تعرض حياة الفلسطينيين للخطر، كما يتعين عليها اتخاذ تدابير لمنع الدمار وضمان الحفاظ على الأدلة التي تتعلق باتهامات الإبادة الجماعية. كما يجب على إسرائيل أن تقدم تقريراً للمحكمة خلال شهر واتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، وتطلب المحكمة من جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي. لكن المحكمة على أي حال قررت اختصاصها بنظر القضية للبت في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية، وهي قضية قد يستغرق الحكم فيها سنوات، فيما ترى جنوب إفريقيا من جهتها أن لا مجال لاستمرار معاناة الفلسطينيين يوماً واحداً إضافياً. إسرائيل مطالبة من قبل القضاة بحماية المدنيين وإنهاء هذا الضرر. نتفق تماماً أن تطلق حماس سراح الرهائن، وحان الوقت للرجوع إلى مسألة حل الدولتين. أعتقد أنه بتنفيذ كافة هذه الأمور ينبغي وقف إطلاق النار. من دون وقف إطلاق النار في غزة لن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية. وستتجه الأنظار من جديد للمحكمة بعد شهر تقريباً، لأنها ستنظر في تقرير طلبته من إسرائيل حول تدابيرها العاجلة في القطاع، وستحدد ما إذا كانت إسرائيل اتخذت هذه التدابير فعلياً أم لا. قد تختلف الرؤى حول قرار محكمة العدل الدولية بين من يعتبره انتصاراً ومن يعتبره محاولة لاتخاذ موقف متوازن، لكن الشيء الوحيد الثابت هو أن المحكمة بات أمامها قضية تقف فيها إسرائيل متهمة بارتكاب الإبادة الجماعية، وسيكون على المحكمة أن تصدر حكمها في هذه القضية، وسيكون على إسرائيل أيضاً أن تدافع عن نفسها. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، لاهاي.